قال من حفر حفرة تعديا، تعديا يعني قصد إيذاء الناس، تعديا قصد إيذاء الناس ليس لمصلحة وليس وإنما قصد إيذاء الناس، أو حفر حفرة ولم يجعل لها علامات مثلا حتى ينبه الناس أن هنا حفرة. طيب جاء ثاني وعمق الحفرة، فالمهم واحد حفر حفرة وواحد ثاني جاء عمقها، جاء واحد ثالث ومات سقط في هذه الحفرة وسقط ومات، من يتحمل؟ كلاهما يتحمل لأنهما كلاهما متعدي، الذي بدأ بالحفر والذي زاد الحفر. لو قلنا ثالث وضع أسلاك كهربائية أو وضع سكاكين أو ما شابه ذلك في هذه الحفرة فسقط على هذه السكاكين ومات، نقول المشتركون في الجريمة كم؟ ثلاثة، الذي حفر والذي عمق والذي وضع السكاكين أو الأسلاك الكهربائية، هؤلاء ثلاثة مشتركون في هذه الجريمة، فالدية تقسم عليهم أثلاثا يشتركون في دفعها. طبعا يدخل في هذا نتحرش بالحكومة شوية، لو البلدية مثلا حفرت حفرة مثلا وما نبهت الناس إن في، لأن المفروض يحطون شنو؟ علامات أنوار بالليل شيء كذا إن في حفرة هنا تحفر، وجاء واحد يمشي بسيارته وسقط بالحفرة، من يدفع ديته؟ البلدية أو اللي حفروا الحفرة، البلدية الأشغال كيف مو حكومة زين. طيب فالذي حفر هذه الحفرة ولم يضع علامات تبين أن هنا حفرة مثلا أو كذا يتحمل الدية، يتحمل لأن في تعدي، لأن الأصل أن هذا طريق إيش سالك، فجأة جاء بالليل ولا حافرين حفرة ومو حاطين علامات ولا كذا وجاء بسيارة سقطت سيارته مات، يتحملون هم سواء مات أو ما مات، تلفت سيارة يتحملون السيارة ويتحملون دية الوفاة وهكذا. القصد أن كل من تعدى فإنه يتحمل تعديه. نعم.